السلام عليكم وليد لكم مقطع جديد اليوم جايكم لكم ماين كرو الحلقه ال 21. 21. 21 اتوقع ان ال 21 وان شاء الله ان 21 شكرا لكم على دعمكم اللي ما اشترك يشترك في زر التنبيهات خلونا نبدا المقطع اليوم طيب جاي للسبون عشان نشوف هل بعنا شيء ولا للحين يعني سعرنا يا اخوة كويس بس ما ادري من ايش من السالفه منشره 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 اوكي اخيرا احد شره والله اخيرا ما معنى هنا؟ والله ما معنى للاسف خيرا حتى شروا عيال والله خيرا من اول كروكوين من فتره طويله يا ساتر في ناس كثيرين يقولون على سالفه سبيد يوم يعني يدفع يتفاعلي الكروكوين يقولون موجود في الهابر الكروكوين لا هو شاله حاطه في التشست في ناس قالوا انت قايل مجاني انا ما قلت مجاني قلت افكر اني اخليه مجاني بس دفع فهمت الفكره ومنها ان انا طفران منها لازم كذا يعني شوي لانه وراي البنك وراي اشياء ثانيه في البنك لازم انه قريب قريب خلاص خلصت ريدستون وابدا فيه لان حرفيا طولت فيه ولا سويت فيه زي ما ابغى حطيت تصرفات اللي تي ام يمين ويسار اللي شاف الحلقة الاخيره حطيت يسار بعدين يوم خلصت حلقه حطيت يمين فخلونا يشوف هنا محل جزر واحد اثنين ثلاث اربع خمس عيال لا لا تو ماتش تو ماتش عيال في في سارق في السيرفر مين اللي قاعد يسرق خمس تاكات عيال بونكر كاين ليه المفروض ثلاثه بس مكتوب هنا ثلاثه لازم لازم تعلموني مين اللي قاعد يسرق والله لازم تعلموني انا يعني ما ودي اعبي المحل وينسرق مره ثانيه بس لازم اعبيه والله العظيم شيء يقهر شكلي بشتكي في المحكمه اقول فيه سارق قاعد يسرق الجسر حقنا والله شيء شيء غريب يا اخي صدق يعني محل ياسر مع أبا. وهذا قاعد يسرق مني لدرجه ذي يعني الدرجه ذي ما في معه كروكوين ولا شيء والله شيء غريب خلونا الحين نروح على اصبر 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 انا وين رحت؟ في اشياء كثير والله انضافت في السيرفر لكن وش بنسوي؟ بنروح هنا بنحط اللوحه اللي قلت لكم عنها ان اي بنر تبغاه اقدر اسوي لك فهنا كانت حمراء وقلبتها بهذا اللون فنشيلها مره ثانيه نكتب اطلب اي بنر تبغاه بسوي لك والسعر راح يكون على حسب البنر فحط هذا اللون عشان تبين بس اتفكر اني اضيف لون ثاني بس ما ادري ايش اضيف يعني هذه كلها باثنين كرو كوين لكن يبغى لنا نحط لوحه ثانيه بس هنا لازم نضيف الكتب فنبغى لنا نجيب كتب طيب خلونا نروح الحين للبيت ونسويها في البيت ان شاء الله انه عندنا العدد الكافي اوكي وصلنا عند لافا 16 حبه بونكرو كوين اوكي ايزي 16 حبه اوكي بونكرو كوين جاهزين في البيت عندنا اتوقع في ريش فمن بحاجه ان نرجع مره ثانيه وزي كذا وعندنا كتب عندنا كل شيء نبغاه الاغلب بعد قال على سالفه هذا الشيء انه سو الحوض بيكون صعب بس سوى ما ايش باذن الله اني بسويه بس يبغى له تخطيط لان في مبنى على اليمين قاعد افكر اني افرقهم في النص ويكون على اليسار اللي هو الحوض وعلى اليمين يكون هذا الشيء فما ادري كيف يكون صراحه بس باذن الله بيصير لان احتاج بيكن وما عندي الا حق المحل حقي اوكي فالمحل حقي ما اقدر اشيل منه البيكن فلازم اني اروح اجمع رؤوس ثانيه واسوي بيكن ثاني او اني اخذ من الشباب بيكن وخلاص كذا اجار يعني حق اني اخلص الجبل وارجع لحق. اي صح في الحلقه اللي راحت وريتكم اني سويت كذا بالتفاصيل فهنا حطيت إضاءة هنا حطيت إضاءة ما أدري أنا وريتكم ولا لا لكن هنا ما سويت شيء للأمانة وما أدري إيش أسوي بس حاولت إني أدخل كبستون بالستون بريك وهذه الأشياء هنا البرتقالي حسيت إنه بزيادة فقررت إني أضيف هذه الإضافة إي صح أنا عندي رؤوس هنا ففي شيء في السبون يبغانا نروح لا عشان نوريكم ايش الاضافات اللي فيه توقع معنا كتب مفروض ان معنا كتب حلوين جايين الحين ونعبي هذا المكان زي ما كان وتوقع هنا موجودة الكتب والله انه هنا قال لكم إنه موجوده عندي الكتب من زمان بس ما ادري وينها وسوي لنا واحد اثنين ثلاثه اتوقع ثلاثه تكفي ولا اربعه؟ اربعه يلا اربع كتب رجع الباقي نروح على المكان حقنا لازم نجدد فيه قد ما نقدر لازم نحط اشياء برا هنا لازم نضيف اشياء علموني ايش اسوي بالضبط والله انا جد ما ادري وش اسوي بالضبط طيب نحط اللون الازرق لو حطينا احمر بيكون افضل اطلب اي بنر تبغاه بسوي لك حلو نضيف الكتب وزي كذا حلوين اي بنر تبغاه اسوي لك على حسب السعر السعر راح يكون على حسب البنر خلصنا من هذا الشيء نروح للشيء الثاني الحين بخصوص الالعاب باذن الله اني بقدر اسوي لعبه جديده مع ان الشباب يعني انا تاخرت مره اني ما نزلت في اللعبه ولا سويت ولا لعبه لكن باذن الله اني بحاول اسوي يا يعني في الحلقه الجايه يا اللي بعدها يعطيكم العافيه اللي ما اشترك يشترك في زر التنبيهات والحين اخليكم على الفايت اللي كان هنا مع ياسر وبتشوفون مين الفايز اكتبوا توقعاتكم قبل مين توقعون يفوز واذا ما اشتركت اشترك في زر التنبيهات خليكم مع باقي المقطع هلا والله ياسر أه... هلا والله ب... هلا والله هلا اخيرا هلا المنافس يا ويلك يا ويلك المنافسه باقي ذياب بس ما لعبوا والباقي كلهم لعبوا مرة يعني تاخرنا نعتذر على هذا الشيء بس السياسة كان مشغول يعني كله كله والله ذيك يعني سحبها قناتك شوف حتى ماخذ سيف الحقيقي يعني طيب oh, رأينا طيب <applause> ناخذ دروع وناخذ السيف وناخذ الشيلد وناخذ خلينا نقرا لهم القوانين وكulators. اي صح صح ما قرينا لكم قرينا قبل <applause> التصوير اوكي العب دروع ايرون بدون تطوير العب سيف واكس العب سيف واكس بدون تطوير اوكي اتوقعت او اكس العب أه بو او قوس مو مطور مع خمسه سهم بس اوكي بس. العب شيلد وخمسه لحم او خمسه جزر مثلا كل مباراه ثلاث قتالات ولازم تفوز قتالين عشان تتاهل اي لاعب ما يلعب خلال اسبوع آه هذه ما ما شفناها شباب <applause> من قال من قال تقدر تصور قتاله واذا ما ما تبي شيء راجع لك بالتوفيق للجميع ونشوفكم في البطوله القادمه بطولة يعني ما قصر سبيد صراحة حتى هنا بلاش في الجائزة بلاش في, في الجائزة يا ساتر سبيد يا اخي سبيد اعطيني يخليك تقول في ام خير سو هدية قبل هذه هذه حقت حقت بطولة يعني مو, مو بهدية حقت بطولة بس يا ساتر ساتر سبيد طيب مبلغ انت كفي شوف مبلغ انت والله شيء 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 اسطوري عاد يبغاله اصبر أو... او اكس في اكس

الو نسيت شلون اركض انا لا, 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 لا ممكن لا, يا لا, <تصفح>. <تصفح> لا, لا. اه لا 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 تحمس ياسر 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 ما في اسف ليش؟ خلص خلص اوكي لا 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 في مين يسار لا 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 حلو <مصح>. باكل 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 بس باكل 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 <تصفح>. <تصفح>. <still breathing>

بالله كم هذا كمل هيل واحد واحد صفر كم هيل شوي كم؟ تقريبا 1 بي تقريبا 1 اتش كيف عشت يا لا يا ساتر طم القهر 1 اتش انا كيف اخذ اغراضي شوف اغراضي فوق طيب لك اوكي اشوى كليك يمين حلو بأ، باخذ دقيقه خمسه جزر خمسة أسهم لو سمحت يعني. خمسة خمسة أسهم مو بعشرين سهم أطغش خمسة أسهم مو بعشرين سمعت ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ها هي أصلاً صار باكل الجزرة واحدة ليش ما تخليني آه. أكل قبل شوي بشاش يلا, يلا يلا تعال تعال أنا أوريك تعال عرفت لعبك عرفت طريقة لعبك عرف أنا أوريك الحين <applause> والله نقهرتني والله <applause> أنا أوريك أنا وريك. خصم سهل الصراحة يعني 3 <applause>

أيوه, ايوه ايوه واكل. ايوه واكل. ايوه ما في اكل تعال 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 واكل تعال تعال قوم ما نقص الا نص قلب قايل لكم عرفت له عرفت انا غرامي انا حسبي الله تعال تعال يمين تعال يمين يمين يا ساتر وش المستوى يا ياسر؟ يا, 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 آه يا عمي عبد واحد عبد واحد 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 ها؟ الحين الحين اللي يفوز هو الفايز يب يا يلا بروح هناك انا ونبدا يلا يا اخي لاحظت ان السهم عمي قد سهمين يكتفون شوف اذا كنت انا ماسك الكليك يمين ما يطلق السهم فهمت؟ او ما ياثر فيني شوف الو الو اندر هذا ايش ذا؟ صديق اشوفه لا 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 مو بكذا مو بكذا بس 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 والله نقص مني نقص مني واجد نقص مني نقص مني ياسر سر اصبر بدينا اصبر قايل لك اصبر ما قل اي مو بكذا دقيقه حتى بالغش قطع شكلك اوي قطعهم الغش يقطعهم الغش

ما يحسب ما يحسب شكلك ما تدمج انت يلا ما يحسب ما يحسب لا لا ياسر ياسر اصبر اصبر ياسر وين قلبين ونص نصاب والله ان قلبين ونص يا اخي خلاص يس يس انا كيف مو على كيف كيفك انا كيفك انا عليك ترى يا ساتر لا 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 خلاص لا هذا هذا الفايت الله مديح مديح يا ساتر اوكي هاد زرتين وخمس اسهم امور طيبه يلا ليتس جو ليتس جو يا غشاش يا غشاش شوف قلبي فيه سهم ورقبتي فيها سهم يا ساتر يلا 3 2 1 جو قاعد تحوس تعال ما تعال 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 خمسة خمس قلوب خمس قلوب ونصفة يا ساتر خمس قلوب ونص بعد يا ساتر شلون اعطيت كومبو بالاكس اسطوري تعال ابو ابو راسك ابو راسك خذيت راسك يلا تعال خذ اغراضك ما هي راسك هناك هناك <applause> طيب دروع طيب حقة الفاي طيب الدروع حقتهم حق طيب لا تنحرق طيب أه اوه ما دخل انت ما دخل <applause> <applause> يا ساتر <تصفيق> <تصفيق> يا فوز <خرم> يا خرب عرفت شوف معي ثلاث رؤوس من روسي يا ساتر, <applause> ساتر <بين> يعني يا ساتر يسلمون هيك يسلمون كرت بياس حاب حاب اكون حاب اكون انا اللي احط ورقه تعال بيروح أشيل أشيل ورقته الحين اوكي شيل ورقتك اوكي ما كنت وانا كنت انت سعد سلوم اوكي هاي سلوم يلا قلت وقت بيت دقيقه يلا يا اخي هلا يا اخي ما في منافس يا شباب شباب بديح حتى مع الغش بديح يا عمي روح دور دور الاندر مان خليه يجي ياخذها وين بعط 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 فلوس بخلي شقة شق ركتك ها هذه مشكلة وين ما خلينا نحط اغراضنا مشكلة اغراضنا مستعملة يعني كل من ياسر كسر دروعي تكسير والله مشكلة ياسر الله قصرت <كسرت> يا ياسر قصرت والله والله كان كان جيم حلو بس كان ودي صارت شو خمسة جيم يفوز والله كان ودي انه بس اوف آه. 3 يكون شيء جامد صح <تصفح> صادق <تصفح> <طب صريق. يصفيق> يا شوف <سلطلبي> والله انه هذا والله يقلع كرفكس وش الدخان؟ لا حط شخصيته وراسه كم الدرع لون بعيد اشوفه اوه كنا واحد قاعد <applause> يرشني <بحي> يتربص ها؟ <applause> <applause> سالفه يا ساتر صار في سبون تلوم والله والله انت كم لبثنا هذا وضعك والله كم لبثنا بدل الله رجع باذن الله يا ساتر والله اشياء كثيره يلا يلا مالك مالك أدري الحين بعد <applause> في الالعاب الثانيه يلا انزل لي في كل الالعاب اعطيتك مجال <applause> يعني في الاولى ما فزت بعد يعني تعرف الظروف والله شو الظروف اكبر مننا ما قصرت ياسر يعطيك العافيه ان شاء الله انه عجبكم الفايت يعني هل توقعت انه مثلا انا فوز قبل وفزت في النهايه ولا لا؟ انا ايش قاعد يقول ما ادري ترى ها متى فلوس؟ ها؟ مو قلت لي فوزك ها اعطي فلوس لا لا يا ابوي انا طفران تبغاني يا ابوي انا ما فوز الا بالعين الحمراء <applause> يعني يكفي يكفي اني ذبحتك مره بي المرات وناقصني نص قلب بس يكفي. مين إيه. ضدك بعدي خلينا نشوف والله صدق انا ضد اللي يفوز من وندد ذياب لو جاء ضدي ذياب جي جي. اوكي 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 والله لو جاء ضدي ذياب جي جي ان شاء الله انهم يلعبون قريب. ان <تصفح> شاء الله.